الحمد لله يعني في حاجات كتيره جدا يعني بتبقى فخر لينا كلنا كمصريين. طبعا كل اللاعبين كل اللاعبين وكمان يعني سفراءنا اللي بره منورين مصر كده بأساميهم كمان في الدوريات الكبيره. الحمد لله على سلامتكم. انا يعني لسه جاي مجلس الوزراء، دوله رئيس الوزراء بتبلغ تحياته، كان يعني لولا الارتباط كان هيجي يعني برضه، لكن انا بني التحيات بشكل كبير جدا، وكل صراحه الزملاء في مجلس الوزراء، واكيد يعني انتم حاسين باهميه الموضوع. كاس الامم الافريقيه بطوله كبيره جدا، ان شاء الله يكون فيها بذل جهد وبذل عطاء، وانا هو وزاره الشباب والرياضه ان شاء الله مع كاس في مكافاه ماليه من الوزاره موجوده، وزي ماليش دعوه يعني ايه كبيره صغيره، ان شاء الله تكون كويسه غير الحياه العاديه. بقول كده علشان يعني انا عارف ان هو ده مش الهدف الاساسي، لكن ده موجود ان شاء الله رب العالمين. بالاضافه الى يمكن النهارده الانتخابات في مجلس لسه بيستلم جديد، عشان كده انا يعني ان شاء الله اكون موجودين معاكم بكره، وانا هشوف الاجنده بتاعتي لو قدرت ابقى موجود في التدريبه برضه اكون موجود معاكم. خلال الدوره هكون في افريقيا موجود مفتاح، بس مش هبقى موجود عشان ارتباط منتدى شباب العالم، لكن يعني كلنا كده كل الشعب المصري كلنا وراكم ثقه في منتخب مصر. خطاب الرئيس اللي بيهتم جدا بتفاصيل الرياضه، وراجل رياضي كبير يعني بيلعب وبيحب الرياضه، وطبعا مهتم جدا بتفاصيل فريقنا وبيعرف التفاصيل الكتير، يعني ده حاجه مشرفه ان كنتوا تكونوا مواكبين لهذا التطور الكبير جدا. Coach of this team, this wonderful boys that I have here in front of me, one thing I can guarantee to you. طبعا المدرب لك انا اكون مدرب بهذا الفريق الموجود دلوقتي وشايفينه قدامنا، يقدر يوعد بحاجه واحده بس. Whatever will happen during the games, I'm sure that you're going to be proud, and the people and the fans of Egypt, they're going to be proud of our performances. بصرف النظر عن اللي هيحدث في المباراه، المدرب بيقول انا واثق ان شاء الله ان الشعب المصري والجمهور المصري هيكون فخور باداء الفريق في المباراه. وحضرتك موجود من يومين وكل الناس شايفه المجهود اللي حضرتك بتعمله، فان شاء الله اللعيبه مركزه، ولسه حتى كان لسه بيتكلم من شويه احنا هدفنا ان احنا نروح نرجع بالكاس، فان شاء الله انا شايف ان الجيل ده يعني بيطلع كل اللي عنده وعايز يدي كل اللي عنده بالنسبه في الملعب وبره الملعب، فاتمنى ان شاء الله ان احنا نوصل بالسلامه ونسعد الناس ونرجع بالكاس ان شاء الله. يا رب. طيب يعني معلش نوع من التفاؤل يعني مش اكتر، يعني هنقرا كده سوا فتحه، يعني انا بكره هاجي اتفرج شويه مش تاني على الشغل يعني، فهنقرا سوا فتحه كده عشان ربنا يكرمنا يعني. عشان انا الوحيد اللي اتفضل